No, sorry, 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 اشوفه مركزه احمد سعد 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 دقيقه خلي عد 1 2 3 4 5 6 7 8. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احمد شقق سبونج مقطع جديد بدون مقدمات. الله يعطيكم العافيه على دعمكم السلاسل القادمه. شكرا لان كل مقطع يوصل فوق 100,000 لايك. الله يسعدكم وشكرا للناس اللي تشترك، شكرا للناس اللي تتابعني لنهايه المقطع. قررنا في هذا المقطع نسوي شيء ما عمرنا سويناه، وهو خطف راعي وصاحب السيرفر بنفسه. بنخليكم تشوفون. وعلى فكره المقطع ثلاث جزئين، اوكي؟ اليوم في نص ساعه وجزء ثاني لازم تشوفه. اربط الافكار ببعضها وافهمها، وباذن الله انك تشوف مو مقطع، تشوف فيلم اكشن وكوميديا. اتمنى يعجبكم. لا تقصر معنا، اضغط على زر اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. صلوا على محمد ومال كريم. خلاص يلا خلاص بس بس يلا. ناصر وينك يا ناصر؟ ارعب يا ابوي، قاعد اجمع انواع الخلطات. ليش؟ ابغى اسوي افلام. وافلام خيبة يوسف هذه. طيب اسمعوا، هي ناصر يا عيال، سعد سعد، ايه الو تسمعوني؟ شوفوا اضغطوا افتحوا خريطة الاسماء، شفتوا لي رقمه 1؟ ايوه هذا راعي سيرفر صح؟ اي اتوقع. يا عيال عقيد وراعي سيرفر، خلنا نشيل امه. والله بنتبند. دقيقة بنزل بنزل باخذ اسلحة. ما تدخل بالسيارة الله يعافيك. اسمع يا عيال، يا عيال اسمع، طيب كيف ناخذه؟ كيف ناخذ؟ اسمع انا اعلمك، انا اعلمك، اوكي؟ نروح نفر عند الحديقة الملكية لين ما نحصله. إذا حصلناه نتحرش فيه نخليه يلحقنا. إذا لحقنا برا حدود ونمسكه. إذا جاب برا حدود ايش رايك نحن نحكم موتر ثاني؟ عشان نقدر نحجر له. ايوه رواف موجود معك؟ اي رواف موجود معي. حلو حلو، يلا تجهز، جمعوا لكم اسلحه، ضبطوا وضعكم. والله انه في يدي. انا ضبطت وضعي يا عيال مره، معي هذه بعد، شوفوا معي هذه، عشان اذا لحقونا ارميها على الخط. ناصر اشتري زيي، ناصر اشتري زيي، خلاص عادي. ما اسوي شيء، ما اسوي شيء، بس نور. اشتري مولوتوف، اشتري مولوتوف، ايش رايك؟ اشتري مولوتوف، ايش تسوي؟ باخذها شو اسمها؟ مولوتوف، معي 20. مولوتوف، باخذ 25. ابغى شيء اشرب على بموت. لا بنحرق بنحرق. اوه لو بنحرق بنحرق. الله، وين اروح؟ لا لا اطلع 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 اطلع. وينكم؟ تورانا عيال، تورانا يا عمري يا عمري. راح راح وينه؟ ما ادري، نبي ضروري نبي نبي شيء. كنا في الشرطة. سيرفر وعقيد. روح عند القسم، خذ لك فرع على القسم بعد. كنا في الشرطة. اي روح روح قسم الشرطة. سي 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 هناك، نور نور هناك. شوف الدوريات اللي عند القسم. انت بنت 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 عارف هذي كلهم. شاتر خلق طبيعي خلق طبيعي موجود. انزل شيك انزل شيك انزل شيك انزل شيك. السلام عليكم. انزل 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 في وين؟ بنخرب عليهم. السلام عليكم. ما لا تصدم دمك، خلينا يروحون المهمة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عن الطريق يا شباب، عادي ياخذ السيارة من عندكم، ارجعها بعد شوي. احمد شنق بنق. الله ياخذ. الله ياخذ الكيس. هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو. ركب الجيمس ركب الجيمس ركب الجيمس. اصبر اصبر اصبر، هذا هو. متاكد انه هو؟ ما ادري ما ادري، ننزل نقف. اسمع هو لما نوقف عند الاشاره قد اصبر اصبر خلينا نشوف. يا اخي خدفه 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 خدفه. والله انه والله انه والله انه والله انه والله ما في دف. السلام عليكم. لا ركبت. السلام ورحمه الكرام، حياك الله. ركبت. نزل من السيارة. انت شرطي؟ خلاص معليش 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 بالغلط معليش، مع السلامة. يا الجزيرة يا نزل ابو جلال. اقبع 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 رواق، اقبعوه من ورا، اقبعوه من ورا، تعالوا اقبعوه من ورا. اصدم اصدم رواق، اصدم 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 رواق. ايش في شغل سيفتي؟ لا لا هذا احنا يا حمار يا لحول. اطلع اطلع خلاص 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 اطلع 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 اطلع. شوف 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 يا لحول يا لحول يا رواق. والله انه ورانا، اقسم بالله انه ورانا. رواق يلحق المشكلة. باقي يلحقنا. ايه وراك وراك والله انه ورانا يا سعد. طفوا بعد من الجميع ورطفوهم. طفها طفها بعد من الجميع ورطفكم وراعي السيرفر ورانا. اي بدينا بدينا رمها. خلهم يقربون خلهم يقربون خلهم يقربون خلهم يقربون خلهم يقربون. يلا 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 انزل من السيارة انزل من السيارة انزل من السيارة
انزل 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 احنا اكثر منكم وقف لا تتحركون لا تتحركون لا تتحركون لا تتحركون دقيقه ابو فايز ابو فايز امسك 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 هذا رقم واحد امسك رقم واحد في رقم واحد هذا نبي امسك رقم واحد قم 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 امسك الثاني يا ناصر امسك هذا امسك هذا يا عيال هذا ما نحتاجه هذا ما نحتاجه هذا 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 امسك هذا يا عيال هذا ما نحتاجه ودكم ننحره مره يدبسل مره يدبسل بعد يدبسل انفض ايه نف نف على طول ما حد يمر هنا نقفل ام الطريق ثاني يا اخوان اخر كلمه اخر كلمه بسرعه اخر كلمه عندك طيب فكرت روف حركت موترك يا روف طيب وين وين العسكري الثاني العسكري الثاني وينه خلني انحرى خلني انحرى ابغى انحرى ابغى انحرى ركبت ركبت ماكس لا نبغى نبغى احمد احمد انا كل واحد ركبته انا اخذ ركبت عليهم ركبت نطلب عليهم يلا 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 اركب 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 طيب وين نروح بيبلغون وضعكم مش وضعكم بدل علمني ايش مسوي لك احنا وخر وخر ناصر وخر وخر لا يا مجرم والله عندنا عيال يا مجرم صوت انا عندي 10 عيال وخمس بنات حرام عليك ايوه ناصر دوري 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 جاي دوري جاي دوري دوري جاي دوري جاي دوري جاي سري سري امسكوا مكانكم مالك مالك سنايبر بسنايبر معين بسنايبر اذبح سنايبر خلاص راح 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 شلت يا عمري الله يعزك يا عمري يا ابو يسعد امك يسعد لازم نحرك لازم نحرك والله هذا قاعد يتبلغ امشوا والله ما شاء الله تبارك الله يا شباب حياكم الله طيب ايه وين وديهم وين وديهم مين خطفت الان انت ايوه مين خطفت يعني صاحب سايبر ما في مشكله احلى شيء في احلى الذ خ... وينكم انتم يا عيال والله والله ما ادري يا بدر سعد وين رايحين يا سعد الحين سعد 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 تبغى نموتهم معنا يا رهاين انتوا طيبين اهم شيء خلاص قفل الفم نص سعد 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 الموت حق ما متنا ما متنا ما متنا الحمد لله هذا بحر احنا سياره مو سفينه ما نقدر نمشي مع البحر لازم نطلع فوق يا مالك المدينه من وين نطلع اطلع يمين لا لا تصدق لا تصدق اطلع اطلع الجبالي مين ها مين روح يا احمد شفت مقر الرئيس مقره نتفاوض على الولد احنا بعيد مره يا ولد ايوه هذا هو هذا هو على مين لا لا مو بذا لا انا عارف انا عارف هذا هو هنا يا سعد خلنا نقول لهم غنوا لنا يا عيال يلا طيب اسمعوا لعبكم لعبه يلا قدام يلا ناصر لعبهم شوفوا اللعبه هي كالتالي انا باغني شطر من اغنيه واخر حرف اذا ما غنيتوه بنعدمكم كمل الاغنيه على اخر حرف يلا ايوه هذا المكان ما شاء الله خلاص ما عندي من غني كل هذا بيتكم بأجدي بيتك انت هذا بيتكم ها يا من يا من ولا هذا المدخل من تحت عدشتين حضرت رقم واحد ما شاء الله بيتك على اطلاله وين المدخل حق ذا بدر رواف وينكم جايين يلا جايينك جايينك استعجلوا تكم كيف الاوضاع عندكم انا ما اقدر انطو الثقيل ذا في يدي ايوه والله مسكت هاي جراوند يا عيال نصر برمي عليك يا حمد برمي عليك خذ اي برمي لك خلنا نطلع خلنا نطلع ام القهر اي والله طلعنا طلعنا سعد في درج في درج ايوه ايوه يا سعد حاجز هنا سوي دراك سوي دراك سوي دراك سوي دراك اللي عندي انت اح كيف لا يتحرك لا يتحرك احنا تقلبنا جناحكم اشكر امكم وصلتوا زين ما معكم سياره عادي 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 ما تحتاج ما تحتاج خلاص يا عيال اسمعوا الحين ما يجيهم يتحركون سعد تعالوا يا عيال تعالوا 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 اسمعوا العلم شوفوا تجلس يا عيال احنا زارفين راعي السيرفر ما يصلح نسوي كذا انت قاعد تدق راس سعد والله ما يصلح نجلس كذا ناخذ وضع جديه شوي ما يصلح A few moments later ايوه قول قول احنا نسمعك اسمع يا نصر ايش بنسوي ركز يا سعد راح المطر جاء وشكل الخطب تفشل وبيلقمونا العساكر وبناكل ايش ناكل مخزن زاتر نخلي سنايبر في الجبل اوكي مثلا رواف طيب رواف سنايبر في الجبل نتمركز بنتمركز انا وناصر وسعد فوق فوق هنا فوق بالضبط بدر بتكون عليك الغدره الدرجه اللي ورا اللي دخلنا معها تمسكها اذا حجتك هناك مراقب طيب مو سوي اعلان اي بس اعلان خلاص سوي اعلان سوي وينك وينك يا رواف تشوفني فوق الجبل انا اقدر اشوفك اطلقيه وين بالضبط اي شفتك شفتك هذا كنت اي بس 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 خلي 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 طيب لبسك حلو حاول تركي ورا الجدار اللي على يسارك الزبده خليك كذا ممتاز تشوفهم واضحين عندكم خلاص خلي راسك على رقم واحد اوكي موقعنا حاكم المدينة وللأسف حاكم المدينة هو واحد من العسكر رهاين ياليت تجون عشان نتفاوض معكم 10 دقائق ما جيتوا بيكونون جثث خذوا مراكزكم رواف راقب لنا الخط يا رواف إذا حجاء اسمع 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 ها
صوت سفادي صح؟ اسمعهم من تحت. أيوة جيب من عند الواد تحت. رواف 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 متمركز يا رواف. باك باك باك. الله يلعن بيسك بس مكانك سريع. تعال اسمع 30 مليون سيفتي. لا اله الا الله بيته قمط. هذا راعي سير رفيقه راح لهم كلمهم كلهم دق على العالم كله. هليكوبتر هليكوبتر راح متجهز وينها؟ وينها؟ من عندي من عندي من عندي من عندي انا قاعد اطلق انا قاعد اطلق. وين وين؟ معني تعال احمد جهز ثاني. وين 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 وين؟ يا ربي شاتر يا الله. تشوفون شيء غيرها؟ تشوفون دوريات؟ طيب عيال يا عيال دخلوا 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 من هنا خلاص. اشوفوا 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 احمد اسعد اسعد دقيقة خليني اعد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. لا 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 ورب الكعبة تسعة للحين. ساتر رواف تحتاج تقرب شوي. هليكوبتر رد عليهم. لا 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 رواف لا يشوفونك. رواف لا يشوفونك يا رواف. يا رهاين رهاين لو أحد فيكم فتح فمه راح يموت على طول. علمتك من الحين نهائيا ما تفتح فمك نهائيا. حاول صارت صارت دورية يا عيال صارت دورية ومقفة قدام. شوفونها احمد 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 ما نبغى نقربهم من الرهاين عشان ما يقولون شيء. ايه وين انزل 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 حتى ما جرب ترى احنا نشوف المطل ما شفنا ما شفنا يبي يبغى مثل المتاعب. انا تحت تحت احمد تحت ما يمشي. لا هذا انا يا عيون رب الكعبة من كثر ما جو جو عيال جو 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 تحرك 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 مرة كثير يعني مرة كثير مرة كثير مرة. وين احمد؟ ما عليك مني بديك بديك ما عليك مني بديك خليني بديك. لا نستقبله من الدوار ما يطلع. اي جا. يا ولد وين؟ خلنا نرجع خلنا نرجع خلنا نرجع خلنا نرجع عشان ما نقطع بخش بيك. يا مجرم. صوت 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 يا رهينة يا بدر امسك رهينة اللي قاعد يتكلم. انا حذرتك صح؟ حذرتك صح؟ اكل اكل. يموت يموت. اعطى اكل اعطى اكل واحد فيكم يعطيه اكل. بدر فكر احمد الناس راح مدينك. انا تحت تحت مالك رب الكعبه دي جي اقسم بالله دي جي اقسم بالله دي جي اقسم بالله دي جي اقسم بالله دي جي والله دي جي والله دي جي. عطم اكل عطم اكل عطم اكل. بدر تكلم عليهم ما تكلم معنا ما نبغى نسمع. عندك كل شاورما عطم يا ناصر عطم اكل يموتون. احنا بنموت اذا ماتوا بنموت بنموت اذا ماتوا بنموت. عطهم تكفى بعطيهم بعطيهم عشرة خمسة والله ما ياخذون عشرة. احمد تعال احمد تريز انا عندي انا عندي انا عندي انا عندي انا عندي. خليك عندك لا تتحرك خليك عندك 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 خليك عندك يا خليك عندك خليك عندك خليك عندك لو سمحت لا تعدي بس بس عندك بس بس. لا اله الا الله خل الوضع الطبيعي كنا احنا صاميين. واتوقع ان الوضع تفاوض ما يحتاج اسلحه كل واحد يدخل سلاحه الامور طيبه ان شاء الله. وخل العسكر اذا ما عليك كم يدخلون اسلحتهم. الوضع تفاوض كلنا عندنا اسلحه لكن ما يحتاج نطلعها. طيب ما هو مشكله. احمد وينك جنبي انا جنبك على طول ما عليك مني تقعد تقول وينك انا جنبك. يا الشرطه سكروا كل السفاتي ما ابغى اسمع صوت ولا سفاتي بسرعه. فايز يا فايز اللي مشغل سفاتي يسكرها. فايز جاء اي فايز قاعد يتكلم ما تسمع. لا ولا لا فايز والله ما نبغى واحد يمسك سلاحه. طفوا السفاتي طفوا السفاتي انا خايف انا خايف. باقي سفتي واحد باقي خليه يطفى خليه يطفى لنا. تمام تمام حياكم الله يا اخوان. الوضع تفاوض حلو ما نبغى مشاكل لان الوضع اذا ما جاز لكم اذا ما جاز لكم لكم حق رفع السلاح علينا. اسمعوا العلم اسمعوا العلم اللي ان شاء الله انه يرضي الطرفين. اول شيء كلامك ولا اقطع كلامك يا ابو محمد بس تعالوا تعالوا هنا شويه بس عشان ابغاكم تشوفون رؤوسهم هناك معلقه بس تعالوا هنا. ايوه هنا ايوه تشوف راسهم تشوف هذاك الاول والثاني الثاني بس خلوه لو تخليه يقرب يا ناصر. ايوه تشوفهم يعني كم عندكم رهين يعني عندنا حاكم المدينه ايه؟ وعندنا احد العسكر الموظفين وزاره الداخليه. بس نبي نوضح شيء بوضح نقطه جدا مهمه يمكن انتم ما انتم حاطينها ببالكم. والله العظيم ان فيه واحد الان مزوم بسنايبر على روسهم يعني اي حركه لا اراديه منكم في واحد منهم راح يروح اذا ما راحوا اثنين. ابو محمد ما هو واحد يا ابو محمد انا 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 اتصلت على الدعم وفي خمسه موزعين في الجبال. ايش تقول يا رواف؟ ليش شوفك؟ شفت 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 طلع الجبل ليش يطالبكم على ليش شوفك ليش شوفك ليش شوفك ليش شوفك خلاص خلي خليك سامر خليك سامر. يا حبيبي يا حضره المفاوض انفشل والله اسمك بس عشان ابلغك احنا عدد يمكن ما تتوقعه هنا في عدد في الجبال الموزعين ناس كثير. اي غلطه اي كذب اي شيء تسويه راح يقلب الشيء ضدكم بس عشان تدري بهذا الشيء. وحط الموضوع تفاوض فقط بس نوح. ما يحتاج
لاني انا اشوف بعض العساكر قاعدين نشوفهم الان اللي رايح الجبل الوضع تمام ما يحتاج توزعون. احنا نبغى مطالب، مطالبنا بسيطه، ناخذ مطالبنا، تاخذون حاكم المدينه والعسكري وكل واحد يروح طريقه. ومطالب بسيطه تتوفر ما يبيلها. طيب طيب ما في مشكله، وش مطالبكم على الرهائن اللي عندكم؟ ابو فايز ابو فايز ابو فايز ابو فايز اسمع، هليكوبترتين وكم؟ قلت يا شباب هليكوبترتين يبعدون مسافه 4 كيلومتر. طيب دقيقه بس بعد اذنك بس ثواني بس بنتكلم مع الشباب. انا اقول نطلب منهم هليكوبترتين، الفلوس انا شايفها ما احنا بجتنا، انا معي 3 مليون بعطيكم كلكم. اي بعطيكم خلاص، ما نبغى مشاكل. ايش في طلق ناصر؟ لا لا ناصر شاغل. ناصر 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 الله يقب طاح يا سعد صفط طاح ارجع فوق يا حمار. اذا ما عليك امر بس سؤال، ليش الهليكوبتر قاعد تطير؟ والله فوقي عشان كانت لا 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 ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج نزل خلاص نزل عشان المنطقه لا احد يجي من المواطنين برا يخربون على لا 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 ما يحتاج نزلها نزلها. لا لا الامر الامر ما في ان هذا انا ماني قادر اسمعك بسبب الهليكوبتر، وتعرف ان صوت الهليكوبتر كيف. طيب طيب خله ينزل بس عشان احنا نقدر نتفاوض على راحه وعلى يعني على ايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معكم مقدم نواف القحطاني. حياك الله يا نواف. سمعتك يا طويل العمر انك تقول صوت الهليكوبتر انها مزعجتكم. ايه طيب يعطيك العافيه، هذه عشان الاحتياط الامني والاجراءات الامنيه عشان نشوف المحيط المنطقه. طيب انا عندي سؤال، هذا مطلع سلاح ليش؟ اي شخص لا احد يطلع سلاح، هذا مطلع سلاح ليش هذا؟ هو كان جالس يعشق سلاح جالس ينط الله يسلمك. ما في مشكله فتعرف انت شلون الزيت. طيب. يا الربع عرضوا سلاحكم فوق. ها اخويانا اخويانا وربعنا موزعين على المنطقه هذه كامله، فما يحتاج انكم تقولوا تلفون وتدورون. شفنا واحد من ربعكم طالع الجبل تو، هذا شيء. الشيء الثاني الرهائن قدامكم تقدر تشوفهم من هنا، هذا لهم بنخليكم تشيكون عليهم، لكن بنقول لكم مطالبنا قبلها. طيب ممكن اكلمهم قبل؟ تقدر تكلمهم لكن من تحت. ما تقدر تكلمهم من هنا من تحت. ناصر خليك مراقبه ما انتبه. السلام عليكم تسمعوني يا نسمعك اخباركم اموركم طيبه ما في اصابات كل شيء تمام؟ لا لا تمام. كيف تعاملهم معاكم؟ جيد تعاملهم جيد. اكلوكم شربوكم؟ إيه هل غلطوا عليكم او اساءوا؟ لا 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 ابد ابد. الامور النفسيه كويسه اهم شيء؟ لا الحمد لله خلاص تمام. يا حضره المجرم تفضل تفضل. الحمد لله ما ذكروا سكر فمك. مطالبنا بيمليها عليك. اسلم يا ابو محمد. من قال يسلم يا ابو فايز؟ احنا طول عمر السلامه ما احنا براس طماعه بفلوس، مطالبنا بسيطه ولا نبغى فلوس وما احنا بطماعين، نبغى نمشي امورنا. كيف نمشي امورنا؟ نبغى منكم هليكوبترتين، واحده تشيل 4 انفار واحده تشيل نفرين، والباقي أيوه. بنمشي بر. احنا بنتكلم عن الهليكوبترات الان، هذا واحد. الشيء الثاني نبغى منكم مسافه 4 كيلو من نقطه استلام الهليكوبتر امنه، ما نشوف فيها ولا سياره دوريه ولا عسكري. لو شفنا اي شيء مخالف الاتفاق واحد من الرهائن راح يموت قدامكم، الثاني عاد الله وحظه يتلحقون عليه ولا يموت بعد. طيب هذا الرهائن تسلمونه اذا سلمناكم هذه الاشياء ولا ما تسلمونه لنا؟ الرهائن الله يعافيك احنا نركب الهليكوبتر ونخليهم هنا نفس موقعهم، انتم اللي تفكون قيودهم وتمشونهم، احنا بنركب الطيارتين. ومع العلم ان في حال اي شيء صار قاومتوا واحنا في الجو حاولتوا تفجرون الطيارات على طول الشباب اللي موزعين في الجبال راح يذبحون الرهينه. تمام احنا نتفق معكم، بس اذا طاحوا العساكر اللي معنا او غدرتوا فيهم، يعني عندنا حرس الحدود حنا بيمسكونكم تتعاقبون على هذا الشيء، ممكن توصل للاعدام. حقك 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 حقك. تمام تمام. اسمع ولا اقطع كلامك ولا اقطع كلامك احمد. روف تعال خلاص تعال تعال، هم يحسبون فيه 5-6 خلاص بس روف تعال تعال. وين يجي وين يجي وين يجي وين يجي عندك؟ يجي عندنا هنا. ما انا ودي لا 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 انا ابغى ينتف واحد سنايبر. خله خله. لا ما نبغى ينتف احد غدره كذا. خلنا نغدر فيهم. ترى امنا احنا في الهواء ما نغدر. طيب ناخذ الطيارات ونزبل. خلنا نزبل خلنا نفقعين ناخذ الطيارات ونزبل على طول مقرهم بيلحقونا والله ما يخلونا. ايوه اي طياره تخش علينا من العسكر او نشوفها فوق قريبه نفجرها على طول. يعني قصدك انهم بيلحقونا تتوقع؟ اذا لحقونا فجرنا، ما لحقونا خلاص نروح نغير شخصياتنا وننسى. وناخذ الهليكوبترات معنا. ايوه ناخذ الهليكوبتر معنا ونبيعها في البلاك ماركت ولا نشوف العسكر. جي 20 مليون في الجيب يلا. اصلا دقيقه تعرفون تسوقون هليكوبتر؟ ايوه انا اعرف انا بس الثاني احد يعرف سوق ثانيه؟ انا قد سكت مره فبيكون عندي خبره شوي. عز الله انفجرنا. مو انفجرونا هم احنا انفجرنا من طيحه ولا من غصن شجره ولا. طيب مواطن نعطيك مطالبكم الحين بس بنروح نجيب الهليكوبتر ونجيب. تمام. يلا احنا في الانتظار، اهم شيء تذكرنا 4 و2، واحده تشي 4 واحده 2. روح فيز بنشوفونكم يطيرون بالهليكوبتر. موقعكم 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 موقعكم.
خذ كفر خذ كفر يقول خذ كفر يقول خذ كفر اقسم بالله سمعته يقول خذ كفر يا عيال ورب الكعبة ورب المصحف انه يقول خذ كفر والله اني سمعته يا عيال بسرعه بسرعه واحد جاي زرين روح عينك على السنايبر على الرهينة يمكن عشان السنايبر يمكن عشان السنايبر خذ كفر روق 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 طيب 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 جايه جايه وينها شوفها لا انا ما اشوف شيء الا والله الهجت والله جت هليكوبتر عيال جت انتين 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 هليكوبترتين لا لا حد يفرح لا حد يفرح انا والله ما بفرح لين ما اركبها ولا احمد ايش كيف ما يمين يكفي شوف سلحتهم يا احمد شوفه 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 ناصر خلص 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 كذا خلص كذا مين يركب معي انا بركب معك انا طيب احنا الحين ما نعرف ايش تموت الشفاحة كل ده عشان الهليكوبتر يا عيال يا عيال تشيل اربعة اصلا تبون ناخذ واحدة بس خلاص لا 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 ثنتين ثنتين بيع ثنتين خلاص ناصر ناصر تكفى حاول تسوق انا بسوق انا 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 والله اسوق انا طمعشين مالك مالك يلا بسوق هلا والله طيب عشان نخلص الموضوع الان راح ينزلون الشباب اللي ماسكين القصر وباقي الشباب اللي بالجبل زي ما اتفقنا ما راح يتحركون لما يشوفونا مقلعين غدرة احد طلق علينا ولا تفجرت الطيارات ولا لغمتوها الرهائن بيموتون على طول بالسنايبرات اللي على الجبل لحظة بالنادي خبير متفجرات حقنا الله يهينك ثواني بس ثواني بس مشيك على الطيارة ناصر تعال شيك على الطيارة ناصر انزل بسم الله ناصر خير الله شيك على الهليكوبتر ناصر الله اكبر شيك على هذه الهليكوبتر والثانية يا ابو محمد شوف الوضع شوف الجناح يا ابو ها ناصر كيف الوضع دقيقة ارجع جميع سكوا يرجعون يعني فيها مشكلة شوية من دقيقة دقيقة في سواد في سواد قد اها والله باين لم تخص ها ناصر كيف الوضع شيك الجنب منتهي ناصر من يعني فيها مشكلة شوية في الأذرعة الأذرعة حقت الأجنة حمضي طيب إنا لله لا 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 ما يصلح كذا دي هذا أي موقع جوجل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ما فيها أي شيء يا شباب طيارات شي كلها لازم نتأكد الله يعافيك شيك هذه يا أبو محمد هذه ما هي معجبتني شوف عندها قدام اللد الأمامي أبو أنتم تضبطون لها تايمينج أنتم عندكم أشياء برمجيات لا لا في الحكومة الله يعافيكم خلنا نشوف اللد اللد يا أبو يا أبو محمد اللد شيك اللد الأمامي أبشر والله إنك تبشر مضبوط ظهرنا مضبوط يا حضرة المجرم نسوي لها بس سمكرة يا أبو يا أبو أبو ذا سمكرة خفيفة بس يبيلها يبيلها الله يعافيك في عنده مشكلة حضرة الشرطة بواجي بواجي أبعد حضرة الشرطة باب المساعد وخر بالله يلا الله يهينك الله يهينك نبي الرهائن جاعوا الرهائن ضربتهم الشرطة شاورما الله يعافيك 2000 years later بس لا تخلع بسم الله بسم الله بسم الله الحقني بسم الله قاعد احاول اصبر ها اصبر عليك شو وضعهم هي علق على دبليو علق على دبليو علق على دبليو ايوه 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 دبليو شو كل الاوضاع شو كل الاوضاع ها امور طيبه امور طيبه الى الان اقلعوا ورانا وين وين حركين وين ورانا حركين وين 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 حركين شوف المقر اللي يقول لك عليه ايوه روح له شفتك 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 انا في المقر هذا المقر قدامي ناصر وجهني ناصر وجهني ناصر طيارتك ناصر طيارتك ناصر احنا تحت 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 قدام هم وينهم هم وينهم طياراتكم مو بسرعة هم وينهم احمد بطيء هم وينهم هم وينهم ايوه قدامي انا عندهم انا عندهم اللي وراهم احمد دور 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 باغتهم شافوني كم طيارة كم هليكوبتر كم هليكوبتر ثلاثة ضرب في البحر ضرب في البحر بوس عبروا عند السفينة بالبحر والربع جاي بعيد من ورا شوفهم أربعة ثلاثة في واحد ربع بعد ورا نصر معنا سوق أنا إس إس اللي ينزل إس إس شوي سعد هبط هبط أنت مركز هبط وينك يا سعد وينك بالضبط وينك حدد يا نصر على المكان ضيعوك بشكل نصر وينك يا سعد سعد وينك مقر حدد حدد نصر حدد يا عيال محيطين المقر راني وين بعد ما هم يشوفوني بنزل تحت انزل 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 بب
قاعد امشي على الجبل، قاعد امشي كنا سياره. حلو القياده، حلو القياده. لا والله والله عزي تكي. والله ما شاء الله زين خلاص. احمد يزيد على قدام. يطلق علي. لا 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 لا. وصلنا انا احس ان في النهايه بيطلع اللوكيشن غلط. لا لا صح صح اللوكيشن صح. نص والله ما في احد. خلينا نرجع للكبار، خلينا نرجع للكبار. ما في احد، ما في احد، ما في احد، ما في احد. ما ابغى اركب انا خلاص. خلينا نشوف العيال. خلينا ناخذ من هذا الهليكوبتر. المقاومه احمد انا بروح من الهليكوبتر اكمل جميل ان شاء الله. احمد بيجي اركب معك هيد بالله. وقف. جيتكم 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 شروب. اقسم بالله كانها ذبانه سكرانه. اسمع واقف يدخن مع الماطور. احمد بتشوف يخرب الجرها بالله. اني بشوف يخرب. وصلت والله وصلت. وين اصبر يا سعد؟ اصبر الصوت سعد. وقف الصوت. لا اسمع الانفجار، اسمع الانفجار. اربعه ثلاثه سعد. اشوفك اشوفك اشوفكم. اسمع الانفجار. جي 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 جي. وقف فوق وقف فوق وقف فوق. قاعد احاول قاعد احاول. لا 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 لا. مايك 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 مايك. موزون موزون. اسمع طلق. لا لا بس خلاص. وقف 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 وقف. بس 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 لا 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 بس 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 بس. يا سلام يا سلام. ما انفجرت وما مت. انفجرت وما مت. انفجرت وما مت. الحمد لله الحمد لله. صلاه الفجر صلاه الفجر. اللهم لك الحمد. انا ما اشوفكم. شفتكم شفتكم تشوفني ساس طلع يا عيال. تشوفون الهليكوبتر هذيك كم تجيب؟ كم 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 طيب ما ساعد. كانوا فوق الجبل. هم هم كانوا فوق الجبل تو بطياراتهم. وين راحوا؟ ما ادري ما ادري ما ادري ما اتوقع. اتوقع تدري ايش اتوقع؟ احنا اتوقع يدرون ان احنا هنا بس يحسبون ان احنا مقر عصابتنا جيش. ما يقدرون يخشون مقر القنطين. ما يدرون احنا عشان كذا الله فصل عليه. ما يدرون ان احنا عرف. يعني وش بيجون مره ثانيه؟ طيب خلنا ناخذ الهليكوبتر ونزل يا اخي. الهليكوبتر وخلاص. كم تجيب الهليكوبتر؟ تجيب 15 مليون 30 مليون يا ساتر. ايوه ترى الهليكوبترات غاليه. لكن مين تلقى اللي بيشتريها؟ انا راضي ب 15%. بالله بالله رقصة الانتصار يا اخوان. رقصة الانتصار يعني خلاص نرقصها يا حبيبي. ما في رقص انتصار في. ليكون يعني مو عاجبينك ولا يعني. ليكون بس مو عاجبينك ولا يعني مو عاجبينك. تشوف بالك مو لنا عينك عليهم. لا 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 يا يارو الهليكوبترات كانت تعرف مكاننا. والله كانت تعرف مكاننا. انا اقول نفقع يا سعد. والله انا اقول واحد انا اقول مواجهة. انا اقول مواجهة. احمد يا احمد دائما نحسم يا احمد.